قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن مصر وإسبانيا بلدان صديقان تربطهما علاقات وثيقة، وننظر إلى مصر كبلد مهم في المنطقة، وهناك تصميم على دخول الشركات الإسبانية في الفرص التنموية الواعدة في مصر. وأضاف رئيس وزراء إسبانيا أن هناك شركات إسبانية تستثمر في مجال النقل والبيئة ومعالجة النفايات والسياحة، وكذلك بالإمكان أن نتعاون ونعمق تعاوننا، مضيفا أننا نواجه تعافي يجب أن يكون عادلا ومتوازنا. وهنا أريد أن أقول إن إسبانيا تواجه المستقبل بخطوات ثابتة من خلال خلق مزيد من فرص العمل. اهتمام الشركات الإسبانية للانخراط في عملية النمو والتطور الذي تشهده مصر، ونحن نعتقد أن بالنسبة لشركاتنا هناك تصميم للانخراط في هذه المشاريع، وهناك العديد من الشركات الإسبانية التي تعمل في إسبانيا مثل معالجة في مجالات مثل معالجة المياه، وهناك كثير من الفرص في عملية التقدم المصري والتطور المصري. وكما تفضل فخامة الرئيس، هناك شركات تشارك في الطاقات المتجددة والنقل والبيئة ومعالجة النفايات وتكنولوجيات التواصل والسياحة، وهو قطاع مهم جدا في بلدينا، وبالتالي هي كلها مجالات وقطاعات بالإمكان أن نتعاون فيها ونعمق تعاون بما يخصها. نحن طبعا نواجه تعافي يجب أن يكون عادلا ومتوازنا، وهنا بودي أن أقول أن إسبانيا تواجه المستقبل بخطوات ثابتة بالنسبة لخلق مزيد من فرص العمل، وفي 2022 سنحقق مزيدا من النمو بين الاقتصادات الأوروبية. أيضا حسب أيضا بالنسبة للبطالة، الآن لدينا مزيد من فرص العمل، وهو الأمر حيث أن المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي ما فتئ عددهم يتعاظم.